ذكر القرآن الكريم النساء القواعد، فمن هن؟ وهل يمكن أن نطلق عليهن من بلغن سن اليأس؟ وهل يوجد سن لليأس في الإسلام؟ الإسلام يوجب على المرأة أن تستر كل جسمها عن الأجانب بما لا يصف ولا يشف، مع آراء في كشف الوجه والكفين عند عدم الفتنة، وكل ذلك في الشابة أو غير المتقدمة في السن. أما العجوز فقد جاء فيها قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والقواعد جمع قاعد، وهي العجوز التي قعدت عن التصرف من أجل كبر السن، وقعدت عن الولد والعادة الشهرية كما قال أكثر العلماء. وقال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها. ومعنى وضع الثياب خلعها، والمراد أن العجوز لا حرج عليها في أن تتخفف من بعض ثيابها الكثيفة التي كانت معتادة عند الخروج لزيادة التصون والستر، بمعنى أنه يجوز لها أن تخلع خمارها الذي يستر رأسها، أولا لثقله عليها وهي المسنة، وثانيا لأن شيب شعرها لا يفتن من يقع نظره عليه، وبخاصة أنها في الغالب ملازمة للبيت لا تخرج منه لغير ضرورة. وقد يدخل رجل أجنبي فلا عليها أن يرى بعض شعرها، ومع ذلك فالاستعفاف بدوام الستر أفضل، وكل هذا بشرط ألا يكون هناك تبرج وظهور بالزينة المغرية كوضع أصباغ وغيرها من أجل لفت الأنظار إليها على الرغم من كبر سنها، فإن ذلك حرام بسبب سوء القصد. ومع ذلك فقد قال بعض العلماء: إن العجوز كالشابة في وجوب الستر الكامل، ومعنى وضع ثيابها هو خلع الجلباب أو العباءة التي فوق غطاء الرأس للتخفيف مع بقاء الرأس مستورا. ومهما يكن من شيء فليكن هناك حساب للفتنة وحساب للقصد والنية وأثر التطور والظروف في ذلك. وأما اليأس فمعناه اليأس من المحيض، كما قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واليأس من المحيض يأتي عند كبر السن، ولكن عند أي سن معينة؟ الغالب أنه بعد سن 50، وقد يتقدم وقد يتأخر، والله أعلم.